هل يتحمل العالم موجة إغلاق ثانية؟ طيب اسمح لي قبل ما أجاوب على حضرتك على السؤال ده تعقيب سريع أو توضيح بس زيادة لحالة النقاش السريع اللي بتحصل ما بينه وبين الأساتذة، إنه لأن أنا حسيت للحظة كده إنه هنا الدكاترة أنا هنا الأساتذة الأساتذة والدكاترة الأساتذتي طبعا فوق راسي يعني الدكتور ده فيه أبحاث وفي حاجة طبعا الدكاترة هنا الأساتذة طبعا واضحين. أنا حسيت للحظة إنه مثلا إنه الاقتصاديين هم الطرف الشرير في المعادلة، إن هم ينظروا إلى الفلوس ولا ينظروا إلى صحة الناس، وهي فالحتة دي محتاجة أوضحها لأن في نهاية شرحي للفكرة هنكتشف إن إحنا تقريبا متفقين على نفس الاتجاه. إحنا بنتكلم في إيه؟ النقطة اللي أنا أقصدها، المفوضية الأوروبية في بداية أزمة كورونا أصدرت أمر إنه مفيش أي صادرات من اللقاح هتطلع بره أوروبا إلا لما يحصل تلقيح للمواطنين بتوعي، ده رسميا تم اعلانه. ادي دي اول اشاره على انه قد ايه في انانيه وقد ايه في تصرفات سيئه، مش هنقول مصطلحات اخرى. تاني حاجه زي ما الدكاتره تفضلوا، هناك دول عندها لقاحات فعاله جدا وممكن تنقذ حياه الناس وممكن ان هي تساعد، عندها مليارات الجرعات او مئات ملايين الجرعات، ورغم ذلك لان احنا في الغرب عندنا مشاكل معاهم سياسيه ودبلوماسيه وتاريخيه. نعم ده رأي ولا معلومة؟ لا دي معلومة، احنا في دول بتتعاقب فعلا ولقاحاتها لا يعترف بها في عدد من الدول الاخرى بدون ما نسمي. طيب ادي تصرف تاني تصرف اناني. تاني تصرف يقول ان هناك نوايا مش سليمة، انه نسبة توزيع اللقاح على الشعوب الدول منخفضة الدخل لم ترتفع حتى اليوم عن نسبة 3%، في حين ان الدول مرتفعة الدخل عدد الملقحين بين شعوبها اكتر من 70%. طيب لازم موضوع العدالة الدولية ده يمكن تصدر كلمة سيادة الرئيس في الجمعية العامة السنة دي. صحيح صحيح، أكتر من مرة فخامة الرئيس تحدث عن أن في مؤتمر تغير المناخ ليس هناك عدالة بين منخفض الدخل ومتوسط الدخل، التلوث الصناعي الدول الصناعية هي السبب في الدول المتقدمة والالتزامات اللي عليها لم توفيها، الاتجاه ناحية أفريقيا لم توفي التزاماتها. النقطة بقى اللي أنا عايز أوصل لها، الثلاث أمثلة دي بتؤكد إن إحنا عندنا هنا تصرفات ليست طيبة. دينا النقطة الرابعة اللي أنا كنت بقولها في بداية حديثي، إنه المتحور إن إحنا لم ندرسه بشكل كافي، لكن إحنا كان عندنا أزمة في الطاقة، عندنا أزمة في النفط كدول مستوردة للنفط، وده بقى هنا رأيي الشخصي أو تخميني الشخصي، وما بقولش إن ده لدي دليل على ذلك، لكن المقدمات تؤدي إلى نفس النتيجة، إنه إيه المانع إن أنا أدوس على التريجر زيادة شوية في الإعلام، أعمل حالة هلع، النفط ينزل، احقق المصالح اللي انا عايز احققها كدول مستورده للنفط، كدول مستورده للطاقه. بص بص بص، هو يعني قانون السببيه التحليل ده يمشي ومفيش ده، في عندي نتيجه ان برميل النفط نزل 11 دولار، مفيش ادله قويه لكن بس يمشي بقانون السببيه يمشي، لكن طيب. هل لدينا دليل على ذلك؟ لا طبعا. النقطه بقى اللي حضرتك بتسالني فيها، هنا في مصر بقى يا دكتور حسام، ده انا اتمنى انه هنا في مصر، انا كان كلامي عن العالم ما كنتش بتكلم عن مصر، ده انا اتمنى انه اداره مصر لازمه كورونا، هذه الاداره المتوازنه والحكيمه والعاقله والهادئه اللي لم يكن فيها لا تسرع ولا تهور ولا ارتباك، اتمنى ان هي كانت تبقى في كل العالم، اتمنى العداله اللي مصر تتعامل بيها هنا بين الناس وبعضها في توزيع اللقاحات، ومفيش بقى فضل لمدينه على ارياف ولا فضل للناس اللي في اسكندريه على الناس اللي في اسوان. اتمنى ان كانوا يتعاملوا مع الناس. صحيح. اوروبا اللي احنا بنتكلم عليها تصدر امر ان ما حدش يصدر لقاح ولا يصدر براءه اختراع ولا يعرف احنا بنصنع ازاي اللقاح قبل ما المواطنين الاوروبيين ياخدوها، والولايات المتحده كان عندها مشاكل برضه مع افريقيا، فين الالتزامات اللي هم قالوها ان هم هيبعتوا مبادره كوفاكس؟ فين الالتزامات دي؟ فكل المقدمات اللي هي سيئه النيه دي بتضطرني انا، مش انا بس، اتجاهات كتيره جدا من الاقتصاديين وبين المؤسسات الاقتصاديه وباحثين، ان انتوا بتخضعوها للمعارك الاقتصاديه. ايوه، لانه تمام، مش معقول في 24 ساعه سعر برميل النفط ينخفض 13%، مش منطقي ابدا يعني، ما تقوليش ان ده تفسير حسن النيه. لا طيب. مضطر ان انا اقول كده وانا مضطر اخرج فاصل.